سير شرفنا باسم ديالك اخويا اخ حسين. خويا حسين تحكي لنا المعاناه ديالكم مع اللي كيسمح فيكم الاب ديالكم. تركي الاب سمح فينا مي كنا قول 37 عام هاك 37 عام يسمح فيكم. واه مشى بحال هاك تسمع دامرة اخرى ودركي احنا خلانا هكذا بوحدنا بربع بينا الاخ والاخت والوالده ودركي بقى احنا في دار الوراثه الجد ديالنا الله يرحمه كتب 60 ميت كتبها على الاخر على عمي ومن تما دركي بقات 41 احنا ساكنين في واحد البيته صغيره كل مره يجيو الوراثه يقولوا للجده في بغينا نبيعوها بغينا نبيعوها هي قالت لهم يبيعها دركي حنا عطينا عطيني شي بركه قليله وصافي انا راني في فوق ما راني كل مره كون نجي عند ولادي هكذا عندكم نتوما نتوما شحال ديال الخوت الكبير ولا الصغير لا انا الكبير عندي الاخ مورايا لا عندي هو اللي يخدم بحال يخدم عليا خدم في هذاك الربيع نتاع الاخر خطره يجيب فيه خطره ما يجيبش فيه وعاوده كان يمشي يقعد معها شي قريب الشهر ولا ما كاملاش وعاوده كان تقريبا جاب قريب 5 نتاع نسا هكذاك تا يقعد مع هذه تا كان يتزوج ويطلق واه هذو كان عندك بزاف تاع خوتك انت لا هاد المرة زوجها معها ولاد لا هادي ما ولدتش معاه ما ولدتش معاه لا الولاد الوحيدين اللي عنده هما نتوما احنا واش كتحس يعني ملي ما 37 عام شفت شنو تبغي تقول له شنو درك واخا جا عندي نشوف فيه ولا هكذا درك كي عندك القلب اللي تشوف فيه هو ما جاش هادي 37 عام يعني بحال الحنانه ما كاين ما دركي بحال حنحسوا كيما نقولوا ميت دركا واخا حتى يموت ولا تقدر ما تبكيش عليه مات لا حتى عندي الاخت تقول لي واخا هكذا يجي عندي ويشوفني واخا هكذا بيني وبين والاخر ما نقول له حتى السلام ما نقولهاش علاش حقا سمح فينا واش درنا له قربي كان يجي عندنا في هذوك الايامات هكذا والعوام هكذا يجي في وقت العيد ولا يجي في وقت هكذا يجي يقول شوف ولادو بعد هذه اللي شوف يعني انت ديك شوف هذا غير كبيركم ما كانش لا والو دابا انت قلت لي حتى المرض مريض كتشرب الدواء وداك الشيء انا راني مريض درك هذه ثانيا 7 سنين وانا مريض فين جيت ندخل القرايه فين تحت سبحان الله العظيم تماك عند المدرسه تماك وردوني عاوده كاين تماك وانا ناكل الدوايات وهاد الدوايات ما يديروا له ما يديروا لي والو بحال يكالمي وصافي يعني على حالة مجريه كما هو باش كتاكلوش اللي كيعاودوش هكذا مره كنجمعوا شي الناس هكذا شي واحد هكذا نقولوا له هكذا نمشي نجي بحال هكذا عند الجامع هكذا نقول له في الحومه هنا يعرفوك مزيان يعرفوني في كل بلاصه هنايا واللي هي في الحومه ديالنا كل بلاصه سبحان الله العظيم انا راهي معروف يعني كنتلاقى مع الناس هنا في المساجد ولا شنو هنايا راهم يعرفون هو كنجي دائما يوميا من تبنى هنايا هذا الجامع انها العلج وانا نجي في هذا الشارع معاملة على الناس هنا ولاد الحومه ولاد حومتكم اللي اتصلوا بيا واه انا واحد الدري يسكن هنا في هذا البلاصه واه وليت تهضر معايا في فيسبوك وقال لي ودي راه ولا عطاك نمرتي واه شنو الرساله اللي بتوجهها للناس اللي تفرجوا فيك المحسنين والناس الخير نبغيو لا كان شي محسن و يفكر الاخره ويفكر راه هنا دركي كل شيء بنادم يخليها هو العلاج هو بالقصر ديالو بكل شيء وبالتالي خلى كل شيء سبحان الله العظيم وعليش انا واحد حدا القصر واه خلى كل شيء اه
ها ولا رحنا نكتبوا هذاك البيض هذاك هذاك هذا قصر مهم قصر آه. تكرر هذاك قول لي قلت لي سبني في البيت مشتاق في سبني شومرا ايه في واحد البيض صغيرة راه درك يحقر دير شي وام جهده هكذا تبقى تقطر علينا ومقشره من الارض ديالها حتى طل حيط ديال هي بويته صغيره قبل نديكم دور كي لا بغيتوش زعما ان شاء الله نمشيو نشوفو شوفوا بعينكم يعني تخلي لكم قالك تقطر لكم الشتات واه كنطيح ودرت لها شو جبت شويه قبس هكذا قريب 2 كيلو نتاع القط هي درت لها هكذا وهذاك النهار شويه داروا وشويه عاود جبت شويه الشكاره نتاع السيما ودرتها لها من فوق هكذا لقيت الرور هكذا دابا انت شنو طالب من الناس اللي كيجيو دابا انا كنت شفتو فيه واه ماشي مشكل ماشي مشكل واه دابا انت شنو طالب من الناس اللي كيجيو هو نطلبوا لا كان شي محسن يشوف من حالتنا راح ما يدي معاه في هاد الاخرى يشوف الاخرى لهيها ما يشوفش لهنا الا يدير فينا شي خير لا كان شي منزل ولا شي قطع واخا نطلبوا قطعة ارضيه ونطلبوا عاود نشوفوا الناس عاود لكن واخا يدوروها علينا شويه نتاع الياج هذا ما نطلب Thank you.